في ليبيا معناها العاصمة الإدارية اللي تأثر علينا ولا الإجابة لا، معناها ما نصمش مانيش معنيين باللي قاعد يصير بعيد علينا. البعد الجغرافي معناها يخلينا بعاد على مناطق تأثير تلك العاصفة، وهي خلينا ناخذ فكرة، معناها هي عاصرة على فكرة ضربت تونس 2018 في نابل، كل الفيضانات تاع نابل، ومعناها اللي تسبب في 6 قتلى وخسائر مادية فوق 150 مليون دينار. العائلة تاع العواصف، العائلة ذيك تاع العواصف تسمى ميديكان، ميديكان ميديكان هي معربة جي عاصفة استوائية ذات خصائص مدارية. لازم نفوت من البارح، فما برشا كلام ما يحكيو الناس عاصفة وإعصار، لا فما فرق ما بين عاصفة وإعصار. العاصفة معناها وقت تكون سرعة الريح من 60 ل 117 كيلومتر في الساعة، والإعصار نحكي وقت يفوت 117 كيلومتر في الساعة ويتحول إلى درجة أولى. اللي صار راهو عاصفة ماهوش إعصار. ونحن تقريبا البحر الابيض المتوسط ممكن عنده سنوات ولات ما فما تلك الظواهر معناها الاستوائيه في البحر الابيض المتوسط، معناها دونك ولات معناها فما متكرر. العواصف هذيك تصير حتى اكثر من مره في العام. اللي صار في نابل معناها في 2018 خير دليل، معناها ولكل صيف تقريبا من الاسابيع الاخيره تاع شهر اوت حتى الاسابيع الاولى تاع شهر اكتوبر، هذيك ولات فتره تتميز بنشأة العواصف المدارية في البحر الأبيض المتوسط. نعرفوا وقت الصيف يتعدى سخون راهو البحر يمتص كميات كبيرة من الحرارة، وكل درجة الحرارة وقت حرارة ماء البحر تبدأ مرتفعة، مع تبدأ فما جبهات باردة في الشمال، معناها تأثر هذا على تكون معناها العواصف في الشكل هذاك، وتولي معناها موجودة العواصف في الشكل هذاك. وبالتالي معناها وقت تكون درجة الحرارة ما بين 24 و 28 درجة تكون الأرضية خصبة لتكون تلك العواصف. ونحن مستقبلا ما زالت معناها مش تتكون العواصف هذيك، باش تكون أكثر شدة. معناها تقريبا عامين ولا وقت عامين ونستحضروا اللي صار في لامبادوزا، في لامبادوزا وبانتالاريا في إيطاليا، معناها تعديت عاصفة من الطرف اللي ما صارتش معناها مشكلة وما صارتش كارثة. الميزة المناخية كله تشير اللي ممكن فصل الخريف يكون فما فيه بوادر أمطار أفضل مقارنة بالسنة السابقة. ما نمش نقول لك تكون قوية أو لا، معناها ما يمكنناش الجزم مسبقا اللي ممكن تكون، معناها ممكن تكون فما أمطار محلية تكون قوية شوية، لكن ما نتصوروش باش تكون عندها تأثير طوفاني ومدمر.